تقابلنا احيانا امور صعبه تتحل، والواحد يبقى مش عارف يعمل ايه ويحاول يحلها ما بتتحلش، معقده. طب يعمل ايه؟ الله، ما الدنيا واقفه ومعقده، ايه الحل؟ تعالوا نشوف القصه بتاعتنا. القصه بتاعتنا مع بنت شابه صغيره طالبه في ثانوي. الطالبه دي مرتبطة بالكنيسة، بتحب الكنيسة وبتحضر في مدارس الأحد في أسرة ثانوي، وكان عندها مش بس مدارس الأحد يوم الجمعة، لا ده كان كمان في درس كتاب يوم الخميس، وهي مواظبة تحضر لازم مدارس الأحد ودرس الكتاب. وبعدين هي في ثانوية عامة وبتاخد دروس، وفي درس في احد المواد، الدرس ده الاستاذ من الاساتذه الحلوين اللي شاطرين وفي ضغط عليه كتير، بس استطاعت البنت دي ومجموعه معاها ان ياخدوا منه ميعاد او يتفقوا معاه ووافق ان هو ياخد المجموعه دي يديهم درس، وقال لهم الميعاد ان شاء الله يكون يوم الخميس الساعة 5. البنت قالت له ما ينفعش ميعاد تاني، قال لها المواعيد كلها مقفولة، ده كويس قوي اللي قلت لكم ميعاد، يعني أنا ما عنديش أي خرم إبرة تاني. سكتت وهي زعلانة، قالت معنى كده مش هحضر درس الكتاب طول السنة. وقت متضايقه راحت تحكي للخادمه بتاعتها، قالت لها حصل كذا 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 وانا متضايقه بس مش عارفه اعمل ايه، ما هو لازم اخد درس، ما كل العيال بتاخد دروس لان دي ثانويه عامه وما اقدرش ما اخدش، وفي نفس الوقت من عايز احضر درس الكتاب. الخادمه قالت لها انا مقدره ظروفك، ربنا معاك، لكن صلي، حط الموضوع على المذبح، حط ورقة على المذبح وقول يا رب اتدخل، أنا مفيش حاجة في إيدي بس أنا نفسي أحضر درس الكتاب. اكتبي أي كلمتين كده وربنا فاهم وحطيها على المذبح. قلت لها حاضر. وفعلا القداس بعد كده اللي راحته هي مواظبة على القداس دايما، فراحت وحطت الأسبوع ده الورقة، خلت الشماس يحطها لها على المذبح، وقعدت تصلي تصلي تصلي. وبعدين جه يوم الخميس ما راحتش درس الكتاب، وراحت هي وزملاتها عشان يحضروا الدرس في المكان اللي اتفقوا عليه، والأستاذ اتأخر اتأخر اتأخر، وبعد شوية اتكلم مع واحدة منهم قال لها أنا آسف أنا مش قادر أجي لكم، أنا اتزنقت في الظروف ومش قادر، نأجل الموضوع ده للخميس الجاي. ما هو ما عندوش وقت تاني، هو ده وخلاص، الخميس الجاي الساعة 5. البنت يعني بسطت، وإن كان زعلانة إنه خلاص درس الكتاب راح عليها. وبعدين راحت قالت للخادمه بتاعتها شفتي اللي حصل؟ ده حصل ايه؟ قالت لها حصل كذا كذا كذا، والراجل بعد ما قعدنا مده اعتذر لنا وقال لي خليها الخميس الجاي. مش عارف اعمل ايه؟ قالت لها ما تخافيش، راح عليك درس الكتاب الاسبوع ده ربنا يسهل، قدمي ورقه تاني واطلبي من ربنا حطي ورقه على المذبح لما تحضري القداس. قالت لها حاضر. بنت مطيعه ومؤمنة إن ربنا بيسمعها، وحطت الورقة على المذبح يا رب اتصرف. قعدت تصلي تصلي تصلي، وصلت في القداس اللي حضرته وقدمت الورقة فيه. وبعدين بعد كده راحت يوم الخميس عشان تحضر الدرس، حضرت هي وزملاتها وقعدوا مستنيين مستنيين مستنيين. وبعد كده الأستاذ يتصل يقول لهم أنا آسف لتاني مرة، أنا
اتدنقت ومش قادر اجيلكم. اجلوا الدرس للخميس اللي جاي. مشيت البنت وهي مستغربه، هو ايه اللي بيحصل ده؟ وتاني مره يروح مني درس كتاب. بس خلاص يا رب، انت بتعمل حاجات انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده، وازاي كل شويه الراجل يتعطل كده. لكن حاضر. وقالت للخادمه بتاعتها حصل كذا كذا، قالت لها ما تخافيش، كملي صلاه وحطي ورقه على المذبح تاني. قلت لها حاضر. وحطت ورقه على المذبح لثالث مره وقالت له اتصرف يا رب، اتصرف، انا مش عارف، ما فيش حاجه في ايدي. وقعدت تصلي، وبعد كده راحت الدرس الخميس ثالث مره، واتجمعت مع زملاتها، وبرضه الاستاذ اتاخر. وبعدين في المره دي كلامها هي، قال لها انا مش عارف ايه الحكايه بتاعت درسكم ده، كل ما حاول الدنيا متعقده، ايه ده يا اسطى، كل يوم خميس يطلع لي حاجه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. قالت له ايوه يا استاذ، طب قول لي. قال لا، الخميس ده انا هغيره، هجيب لكم ميعاد من تحت الارض لازم، لكن يعني انتوا بنات كويسين، بس الفكره ان انا مش قادر كل يوم خميس، دي ثالث مره. خلاص الميعاد مش يوم الخميس، هشوف لكم ميعاد وهكلمكم فيه ونتقابل ان شاء الله. خرجت البنت بعد كده، بعد ما بلغت زملاتها، راحت تقول يا رب اشكرك، يا رب اشكرك، هو ايه اللي بيحصل ده؟ انت اله عجيب، ما فيش حاجه تقف قدامك. وقالت المذبح ده جبار جبار، ربنا عوضها الخادمه بتاعتي. انا فعلا انا كنت بحط بقول يا رب انا مؤمنه بيك، بس اتاكدت قوي دلوقتي لما اللي حصل ده، انت فعلا مذبحك ده جبار، الورقه اللي بحطها على المذبح دي بتحرك الدنيا كلها. وقعدت تشكر ربنا، وقالت الخادمه بتاعتها اللي حصل، شجعتها وهنتها، قلت لها خلاص، قلت لها هرجع احضر بقى درس الكتاب، قلت لها خلاص تعالي وربنا يكون معاكي في حياتك وكمان في دروسك ان شاء الله. وفعلا البنت اطمنت جدا ورجعت لحياتها، واتغير ميعاد الدرس بقوه المذبح، ومشيت في دراستها وشكرت ربنا جدا على اللي بيعمله معها.